بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد يونت 3 فيرست ليسون، اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها مالتيبلز. المالتيبلز ده يعني هو شكله يخوف في كتاب المعاصر أو أي كتاب خارجي، بس هو جميل جدا وبسيط جدا، وخصوصا لو الفكرة وصلت للطالب بطريقة مبسطة. المالتيبلز اللي هو بيتكلم أصلا جاي من الاسم عن مين المالتيبلاينج، اللي هو جدول الضرب. تمام، طيب طبعا الولد كان بي بي بيحفظ التايمز تيبل، اللي هو مثلا 2 باي 1 ايكوالز 2 زي ما مكتوب كده، 2 باي 2 ايكوالز 4، 2 باي 3 ايكوالز 6، 2 باي 4 ايكوالز 8. فدي كان بيسميها، احنا كنا بنسميها الريزلت. احنا بقى هنا في الليسون ده هنسميها المالتيبلز. طيب يعني ايه مالتيبلز؟ برضو يعني حاجه اسمها مضاعفات. طيب برضو مالتيبلز للنمبر 3، لما يجي يقول لي كده مالتيبلز لنمبر 3، هو اول حاجه هبدا من عند الزيرو. يعني هو الزيرو از كومن مالتيبلز فور اوف اول نمبرز، يعني هو يعتبر مضاعف مشترك لكل الاعداد كلها، يعني الاعداد كلها بتبدا من عند الزيرو. ما دام هو قال لي هنا مالتيبلز اوف نمبر 3، يبقى كل مره هزود 3، كل مرة أعمل اديشن ايه 3، يبقى 0 هزود 3 يبقى 3، كمان 3 يبقى 6، كمان 3 يبقى 9، كمان 3 يبقى 12، so on so on، يعني ايه الآخر بقى. دي معنى كلمة المالتيبلز. تمام، هو ده بالظبط المالتيبلز دي بطريقة مبسطة يعني. طب لو جاب لي نمبر مثلا قال لي ال 15 is a multiple of number مين ومين؟ ال 15 ده يعتبر مالتيبلز اوف نمبر لمين ومين كمان؟ هتشوف كده ال 15 ايه باي ايكوال 15؟ 3 باي 5، يبقى هيكون لل 3 وهيكون لمين؟ لل 5، هيكون لل 3 ويكون لمين؟ لل 5. طب لو مثلا قال لي 24، يبقى لكتير بقى، هيبقى مثلا عندي 24 3 باي 8 وال 4 باي 6 وعنده 2 باي 12. ملحوظه، الولد لازما علشان ابدا قبل ما ابدا اديله درس ده لازم يكون حافظ التايمز تيبل. لو مش حافظ تايمز تيبل او بيلقلق فيه كده، يبقى الدرس ده بالنسبه له هيبقى صعب جدا. فنصيحه لو ام بتتفرج عليا دلوقتي او اب وعايز يعلم ابنه الدرس ده، فلازم لازم قبل ما يدخله في الدرس ده او قبل ما يشرح له الدرس ده يكون هو مراجع له على التايمز تيبل، علشان الولد ما يتعقدش كمان. تمام، تعال كده نبدا نحل. هو ده الدرس على فكره ببساطه يعني، ويعتبر اللي هيجاوب عليه هو الطالب مش المستر ولا اي حاجه. بقول هنا the multiples of number 3، هيكون طبعا هبدأ من عند الزيرو وكل مرة ازود 3، 3 6 9 12 عند هنا so on، يعني ايه لاخر الاعداد بقى، لان الاعداد دي ملهاش ايه نهاية. تمام، the multiples of number 5 هبدأ من عند الزيرو، يعني كده 5 10 15 و 20، يبقى كل ده نفس الكلام، مفيش فيه اي مشكلة. underline each number of the following that is، يعني حط خط تحت كل رقم. A multiples of the number 2. A multiples of the number 2. يعني عايز يعرف مين هنا اللي موجود في التايمز تيبل 2، ده معنى الكلام بس كده. مين هنا اللي موجود في التايمز تيبل بتاع مين؟ ال 2. تعال هنا كده، انا عندي 2 2 باي 1، وعندي ايه كمان؟ عندي 20 2 باي 10، وعندي كمان 2 باي 4 2 باي 2 ايكوالز 4. لسه في كمان؟ لا لا لسه. لا ما عادش في، لا لسه. مين ده؟ 26. طب انا اعرف منين؟ ده مش موجود في التايمز تيبل بتاع 2 فعلا. طب انا اعرف منين؟ المالتيبلز اوف ذا نمبر 2 بيكون بيتميز ان اليونتس بتاعه بيكون ايفن نمبر. الايفن نمبر اللي 0 2 4 6 8 دي الايفن نمبر، لازم الولد برضه يحفظهم. يبقى الايفن نمبر هي 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8. ده لما يكون اي نمبر اليونتس بتاعه باي رقم من دول، يبقى على طول يبقى موجود في التايمز تيبل 2. يعني مثلا لو كان مثلا النمبرز ده اليونتس بتاعه هنا ايه 8 وال8 ده ايفن، يبقى خلاص هنا دايما يعتبر من المالتيبلز اوف ذا نمبر 2. طب المالتيبلز اوف ذا نمبر 3، المالتيبلز اوف ذا نمبر ايه 3، برضو هتشوف ايه الموجود في التايمز تيبل 3. عندك ال 15 وهي 21، في حاجه بتضرب في حاجه تديني 3، في حاجه بتضرب في 3 اديني 10. اقول للولد كده لا مفيش، خلاص كده
في حاجة 3 by something equals 12. هيقعد يفكر 3 by 4 يبقى هو ده برضو. 3 by something equals 22. في حاجة بتضرب في 3 وطلع 22. لا يبقى خلاص كده تمام. Multiples of the number 5 برضه هقول له في حاجة بتضرب في 5 يديني 23. أنا بسأله على فكرة، أنا بعلم دلوقتي أنت إزاي تحل الإكسرسايز ديت مع الولد. في حاجة بتضرب في 5 يديني إيه؟ 23. لا خلاص سيبك منها. في حاجة بتضرب في 5 يديني 15. 553. في حاجة بتضرب في 5 يديني 40. Yeah 40. في حاجة 5 multiply something equals 51. لا طب 5 multiply something equals 5. Yeah 5 by 1. 5 by multiply something equals 8. هو ممكن يقول ايه 40. لا في حاجة بتضرب في الأول كده، حاجة بتضرب في ال 5 يديني 8. ال equals 8 ال result هيكون 8. لا طبعا ال 20 5 by 4 وهكذا برضو بقية الأرقام. Which is the number of multiples of 6. يعني يعتبر من المالتيبلز of the number 6. في حاجة بتضرب في 6 يديني 8. لا في حاجة بتضرب في 6 يديني 28. لا في حاجة بتضرب في 6 يديني 38. لا في حاجة بتضرب في 6 يديني 48. هيكون ده ده معنى الكلام. ايه اللي بتضرب في 7 موجود هنا في التايمز تيبل. ال 7 هيقعد يشوف كده هيبقى ال 49 لان 7 by 7 equals 49. بس خلاص ده الدرس بمنتهى البساطة. طيب the number 12 is a multiple of the 3 because بقول لك هنا ان ال 12 بيكون من ضمن المالتيبلز اوف ذا نمبر 3 because 3 ما دام قال 3 لان ال 12 equals ها ال 12 بجيبها تاني equals 3 by a 3 by 4. طب the number 21 is a multiple of the 7 because 21 equals a 7 by 3. طب the number 56 is a multiple of the 8 because ال 56 اتكتب زي ما هي و 8 by a equals 56. 8 by something equals 56. ايه اللي بتضرب في 8 دي 56؟ اصبر على الولد لحد ما يطلع الناتج، ما اقولوش بسرعه لانه انا كده بعوده ان انا مثلا ما يحاولش يفكر او ياخد وقته في التفكير. والولد بالذات بيختلف عن البنت، الولد بالذات بيختلف عن البنت. يعني ايه؟ الولد فاهم مامته، لو مامته بتشرح له مثلا وفاهم بابا كمان فاهمهم قوي، بس طبعا ما بيبينش كده. ازاي يعني؟ مثلا مامته قاعده معاه بتقول له ايه اللي بتضرب في ال 8 باي ايه يديني 56. هي بيفكر وهو بيفكر فعلا، فمامته بتتسرع تقوم قال له 7 ماشي. مره في مره هيعرف ان مامته كده كده اصلا هتجاوب على السؤال، مره في مره هيبدا يدعي ان هو مش عارف السؤال وهو اصلا مكسل ان هو يفكر. فانا بسيب وقته خالص وبحاول اسهلها له، بحاول اسهلها له علشان هو واشجعه ان هو يقول الناتج، فهتبقى طبعا باي 7. طب the number not is a multiple of 5 because 40 equals 5 by a. يبقى دي 40 تتكتب هنا 5 by a equals 40 هيبقى 8. The number is a multiple of 6 because not equals 6 by 7. 6 by 7 equals a 42 وهنا برضه هتبقى 42. طب هنا the number not is a multiple of the 10 because 150 equals 15 multiply something. طبعا ال 10 ده تتضرب هنا 150 برضو هدت ايه تتكتب هنا. طب تمام بقول هنا all the multiples of 2 between 17 and 29. ركز بقى في الحته دي بقى، وده السؤال اللي بيجي مثلا بيجي في بيجي في الامتحانات، بيجي في الامتحانات. خلي بالكم يا جماعه برضو عشان بس الايه الموضوع ده لسه جديد. في فبراير 4 كان بيجي عدد الاسئله 28 سؤال او 27 سؤال، السنه دي هيبقى 30 سؤال، هيقفلها لهم 30 سؤال. ركزوا معايا في الكلام ده لان الكلام ده مهم. هيجي 30 سؤال، ال 30 سؤال دولت هيبقى فيهم سؤال رسمي. تخيلوا سؤال رسمي. هنقعد نتكلم بقى ونقول وزاره ووزاره وامتحانات ملوش لازمه، الكلام ده اللي احنا مهما نشتكي برده مش مفيش حاجه هتتغير. فاهم حاجه ان اعلم الولد يتدرب على عامل الوقت، لانه في ساعه ونص المفروض يحل 30 سؤال منهم سؤال رسم، والمفروض يفكر ويراجع وفي لسه في لونج ريفيجن وفي لسه مالتبلاي وفي بلس وبلس بقى المسائل الكبيره. يعني في بلاوي في بلاوي. فلازم الولد لما اجي ادي له امتحانات عشان يحل امتحان كامل لوحده هقول له يا حبيب قلبي انت العامل معاك بالظبط 50 دقيقه، 50 دقيقه تحل لي الامتحان ده وتراجع فيه كمان. طبعا بالنسبه له في الاول هتبقى صعب بالسوفت، بعد كده هيتعود.
لما يبدأ يحل مسائل كتيرة هيحفظ شكل الأسئلة ويعرف الإجابات بسرعة، تمام؟ فتخلي بالكم من حاجة زي ديت، لأن على فكرة أولياء الأمور ما بيخلوش بالهم من حاجة زي دي خالص أو ما بيجيش في بالهم. والأولاد بيخشوا بالامتحان وبيجيبوا درجات، ممكن مثلا يجيب درجات مش كويسة وما يعرفوش إن عامل الوقت، عامل الوقت الطالب ما تدربش عليه، زائد كمان الظروف بقى اللي لسه هيشوفوها في اللجنة. معلش أنا بقول الكلام ده دلوقتي لأنه كلام مهم، كلام مهم أو أهم من بصراحة من المراجعات والمنهج، لأن ما بيضيعش جهد الطالب في مادة واحدة، ده في كل المواد. ويرجع وترجع الأم تقعد تسأل أنا ابني جاب درجات وحشة ليه، وتروح وتشتكي وتكشف على الورق وكذا وكذا، وفي الآخر ما يعرفوش إن السبب الأساسي في حاجة زي ديت. زائد كمان ظروف اللجنة ذات نفسها بتكون برضو مش مهيئة، في مثلا اللي بيراقبوا بيقعدوا يتكلموا كتير، مثلا قبل أستاذ وأستاذة بيقعدوا يتكلموا في ظروف البلد والبطاطس والطماطم والحاجات ديت، فالواد مش مركز. حد بيعمل مشكله مثلا، حد كل شويه يقعد يخش اللجنه ويطلع من فلان الفلاني وما اعرفش ايه وكلام من ده، كل ده برضو لازم ادرب ابني عليه. ادرب ابني عليه ازاي؟ ممكن تتعامل كده، اخلي اول حاجه يحل امتحان في مده 50 دقيقه، بعد كده لما يحل كده كام امتحان كده واعرف انه يعني ابقى اعرف بقى ان هو بقى كويس الحمد لله، بدا يحل وكويس وبيغلط غلطات طفيفه، اجيبه بعد كده يحل في وسط هيصه، يعني في وسط اخواته مثلا، او مش لازم قدام التلفزيون مثلا، او ممكن كمان في راديو. اهم حاجه ان انا اعمل له اي يعني ايه اشغله، طبعا اكون ساعتها ايه هكون قايله له انا يعني مالكش دعوه بحاجه زي ديت وركز وبتاع وكلام من ده، واشوف رد فعله ايه او وضعه ايه وابدا اعالج المشكله ديت. انا عارف الموضوع يعني ما ياخدش اكبر من حجمه، بس في امهات بيكون عندهم هدف ان اولادهم يجيبوا الفول مارك في الدرجات النهائيه بالذات في الماس وفي المدارس الخاصه، عشان بيبقى لهم ترتيب معين او شهادات وجواز وكلام من ده، فما نجيش على حاجه زي ديت ونضيع جهد الاولاد فيها. انا عايز المالتيبلز اوف ذا نمبر 2 بتوين 17 اند 29، المالتيبلز اللي هي المضاعفات الرقم الاثنين. اول حاجه هو بيقول اللي بتوين اللي ما بين ال 17 و 29، هشوف اللي بعد ال 17 هيبقى 18. في حاجه بتتضرب في حاجه، في حاجه بتضرب في 2 ملتبلاي 2 ايكوالز 18، هيقعد يفكر شويه هيلاقي 9 فعلا موجود، يبقى هكتب 18 يبقى معاه. ما كملش بقى كل مره زود 2، خلاص ما دام قال لي 2 كل مره زود 2 20، ها زود 2 22، ها 24، ها 26، ها 28، بس كده. ليه؟ لانه قال لي اقف لحد 29، لو انا زودت هيبقى 30. All the multiples of the 3 between 10 and 20، برضو ال 3 ما بين ال 10، اشوف اللي بعد ال 10 هيبقى مين 11. في حاجه بتضرب في 3 بتديني 11؟ لا. طب 12 في حاجه بتضرب في 3 بتديني 12؟ ال 4. يبقى ال 12 تنفع. كل مره ازود ايه بقى؟ 3 15، ها زود 3 18، ها زود 3 هتلاقي نفسي معدي ال 21. لا خلاص كده ما ينفعش. خلاص؟ All the multiples of the 5 between 14 and 44. برضو نفس الكلام، اشوف اللي بعد ال 14 هيبقى مين 15. في حاجه بتضرب في ال 5 بتديني 15؟ يا 3. صح؟ يبقى ال 15 تنفع، اكتب ال 15. وكل مره ازود 5 20، ها ازود 5 25، ازود 5 30، ازود 5 35، ها 40 و45. لا طبعا مش هتنفع. قال هنا ليه الزين؟ خلي بالك ان قال ليه الزين 10. ما دام قال ليه الزين 10 يبقى هبدا من عند الزيرو دايما كده. وكل مره بزود ايه؟ 2، لان هو بيقول انا عايز المالتيبلز اوف ذا نمبر 2. هنستكفي بالقدر ده، وان شاء الله هنكمل بقية الفيديو الجاية. انا عارف ان احنا متأخرين شوية، بس ان شاء الله هنحاول ننجز. شكرا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.